هنا أشجار خالد سعد، قرية الرئيسية الملقبة بباريس الصعيد. أشجار خالد تضم اليوسفي، الزيتون، الكافور، التين الشوكي وغيرها من الأشجار. مرحب بك يا أستاذ خالد. شرفنا بك يا أستاذ محمود. الله يبارك فيك. قول لي يا أستاذ خالد، هو يعني ليه أنت صممت أنك أنت تزرع في الجنينة تحتك أشجار وأشجار تكون مثمرة؟ أولا نحن بناكل منها، ثانيا تدي منظر جميل للمنزل بتاعنا، هذا السبب اللي خلاني زرعت هذه الأشجار. طيب هنالجو للزيتون، انت ما تقول لي انه زيتون تفاح. تمام، وفي نوع تاني زيتون بلدي. الفرق بين الزيتون التفاح والزيتون البلدي في الثمار، ثمر الزيتون التفاح تبقى كبيرة، اما الزيتون البلدي فالثمر بتاعها صغير، هذا الفرق. ليها كم سنة الزيتون؟ الزيتون عندي مزروع يمكن يزيد عن 5 سنوات. اليوسفي برضو استخدامه في البيت ولا؟ لا استخدمه في البيت بناكله، بس هو شجرة شتوية يعني ما تطرح في الشتاء. وحاليا الثمار في الصيف محصولها ايه الانتاج بتاعه في الشتاء. اما يحتاج برضو رش؟ بيحتاج مبيد ومخصبات. بس انت قلت لي انك انت شلت الليمون. ايه السبب؟ السبب شلت الليمون انها قابلت ايه طوب عندي في الارض، فايه شجرة الليمون كده ايه باظت كده. طب هنجي للكافور. تمام، انت ما تقول انه ليها 20 سنة. ليه الكافور بالذات؟ عشان مصدى للتراب ولا مصدى للتراب؟ برضو بينفع بنقعد ايه تحتيه في الضلة، حلو برضو. ممكن نستخدمه فيما بعد لو عايز اشيل الشجرة اعملها مثلا دكك عندي استخدمها هنا في البيت. انت شايف انه التغيرات المناخية اللي هو اثرت على الزراعة في الصعيد، هل انه لازم الناس تتجه للزراعة؟ طبعا لازم تتجه للزراعة. التغيرات المناخية اثرت على جميع الزرع سواء المانجا او التين الشوكي والموز، فانا بنصح جميع الناس تقوم بزراعة المانجا والتين الشوكي والكزبرة والجرجير. هو فعلا انه هو موجة الحر اثرت كثير، اثرت على جميع الزرع. طيب في بعض اشجار انت زرعتها اثرت عليها التغيرات المناخية؟ في زي التين ما طرحش. عندي نوع تين شوكي برشومي ده اثرت عليه. طيب المانجا، تأثير التغيرات المناخية على المانجا أثر إزاي؟ أثر عندي في المحصول بتاعها. هو كم شجرة أنت زرعها؟ كم شجرة؟ 15. طيب الشجرة كانت ما تجيب كم كيلو؟ يعني بالتقريب كانت ممكن تجيب 50. أو بعد التغيرات المناخية 30. نقص جامد يعني. تاريخيا عاش يوسف أفندي الذي جلب أشجار اليوسفي في محافظة قنا. يا أستاذ خالد، هو اليوسفي ينفع زراعته في جميع الأراضي ولا لازم تكون أراضي معينة؟ هو يجوز زراعته في الأراضي الصحراوية والأراضي برضو الخصبة اللي بتاعتنا دي. تمام، في الاثنين. هو رجوع البيوت الريف انها تنتج زي زمان متاح؟ ممكن متاح، واتمنى والله يكون البيت فيه جاموسة وبقرة وينتج زرع. اتمنى والله. تقدم لنا تجربة الأستاذ خالد درسا مهما للاهتمام بالزراعة. في حلقات أخرى نلف القرى والنجوع بحثا عن الأشجار. كان معكم محمود الدسوقي.